السلام عليكم. سنكتشف اليوم القصب العملاق. القصب العملاق هو قصب نادر بعض الشيء وغالي الثمن، لأن في المنطقة التي أقطن بها القصبة الواحدة أو الجذع الواحد من القصب يصل إلى 30 دولار. هذا هو القصب العملاق، وهو سريع النمو. هذا القصب تضع قصبة واحدة ما شاء الله في ظرف بضع سنوات يكون لك غابة مثل هذه. هذا هو، انظر إلى الجذع ما شاء الله قوي وكبير. هذا كذلك الجذع، وجذع قوي وكبير، وبالنسبة للطول تصل إلى حوالي 100 متر. ما هذا؟ لا نرى حتى آخر القصبة، لا نراها من طولها. هذا بالنسبة للقصب العملاق. هو في هذه المنطقة يعني زرعت قصبة واحدة، وبضع سنوات أصبحت غابة من القصب. هذا القصب يستعمل في العديد من الاستخدامات، وهو قصب قوي صلب. هذا هو القصب العملاق. في الحقيقة لا أعتقد أنه يحتاج إلى الكثير من الماء، لأن هذه المنطقة هي منطقة جبلية، ممكن موجود الماء تحت الأرض، ولكن لا يسقى هذا القصب. هو قصب بعلي ينمو لوحده ولا يسقى تقريبا. أصبحت غابة من القصب العملاق بمجرد زرعة واحدة فقط في بضع سنوات، أصبحت هكذا وهكذا. والشيء المبهر في هذا القصب أنك حينما تقطعه من الأسفل ينمو، فيما بعد ينمو. انظر إلى خشن القصبة وصلابتها، هذه ما شاء الله خشنة. هذا هو القصب العملاق، بومبوجيون، ولا بالفرنسية هو بومبوجيون. انظر إلى طولها تصل ما شاء الله، لا نرى آخرها، حتى الآخر بتاعها لا نراه من طولها. هذه نبتت بقرب شجرة الكرز، انظر إلى طولها، لا نرى الآخر تاعها، لا نرى. وهو غالي الثمن، هذا قصب غالي الثمن، يباع منها ب$30 القصبة الواحدة أو الجذع الواحد للقصب. هناك من يستخدمه في العديد من الاستخدامات، منها حتى صناعة اللغة العربية، مصدات الريح أو مصدات الشمس غير ذلك، وحتى صناعة بعض البيوت، إلى العديد من الاستخدامات يستخدم هذا القصب. أصبحت غابة كاملة من القصب، سبحان الله. هذا بالنسبة إلى القصب العملاق. إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.